موقف للمعلم وفي تبجيلة كذا المعلم أن يكون رسول النهاردة اليوم العالمي للمعلم. كل سنة وكل معلمين ومعلمات مصر بألف خير. ونحن نتكلم على يوم المعلم النهاردة فلازم نتكلم كمان عن ملف الأطفال في مصر. الحقيقة اللي خد يعني هنقول خطوة كبيرة جدا من التطوير والإنجازات في ملفات متعددة الحقيقة، لكن من أبرز هذه الملفات هو ملف التعليم والثقافة والتربية والصحة. لو هنتكلم تحديدا على التعليم، الدولة المصرية قطعت شوط كبير في ملف التعليم الأساسي وقدرنا في فترة قصيرة جدا ان احنا نطور المناهج ونعدلها ونستحدث ايضا نظم تكنولوجية متطورة. خطوات كبيرة حصلت يا جمانة فعلا خلال الفترة الأخيرة في ملف التعليم، رغم ان يمكن تكون الآفة الحقيقية اللي بتهدد يعني هذا الملف هو فكرة الزيادة السكانية طبعاً. لكن انت تتخيل ان في كل عام 750 ألف طالب طبعاً. بينضموا للمدارس، يعني رغم احنا شفنا رفع كفاءة وفصول تعليمية جديدة ومدارس جديدة تم انشائها، لكن الزيادة والإقبال أكبر صحيح. فيمكن هو ده التحدي الأكبر في ملف التعليم. لكن رغم كل ده بيبقى المعلم هو رمانة الميزان زي ما بيتقال في العملية التعليمية، وفي يوم المعلم العالمي لازم اللي احنا نكون بنوجه رسالة شكر، رسالة تحية وتقدير وعرفان لكل من علمنا علم انتفعنا به ويعني أدى إلى وصولنا لما نحن عليه اليوم ونقل لنا خبرة مكتسبة. فلازم نقول لكل من علمونا وكل المدرسين اللي عدينا عليهم في كل مراحلنا التعليمية شكرا، شكرا لما قدمتموه لنا خلال هذه الأعوام الدراسية وجميلكم، لأنه فعلا جميل عمرنا ما هننساه، بالعكس احنا ممتنين جدا ليكم وهنفضل نتذكركم بكل خير لان هو ده العلم اللي بينتفع بيه زي ما بيقول. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن ملف تطوير التعليم الاساسي مع ضيفنا اللي موجود عبر الهاتف معانا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير يا استاذ جمانه، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب اولا. وحضرتك طيب، وكل عام وكل معلم مصر بخير، وكل عام وكل مصريين بخير بمناسبه 6 اكتوبر. يا رب اللهم امين. دكتور يعني عاوزين نعرف من حضرتك كيف كان وكيف اصبح ملف التعليم الاساسي للاطفال في سنوات المراحل التعليميه الاولى. جميل جدا، لا شك ان الدوله المصريه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف التعليم اهميه خاصه. صحيح. وخاصه التعليم موكب للجماعي واللي احنا بنسميه التعليم الاساسي. طيب ليه؟ ايمانا الدولة المصرية بان التعليم يعتبر هو القاطرة لتحقيق التقدم والتطور وازدهار الدولة المصرية. خلي بالك يا استاذ احمد، زي ما حضرتك اتفضلت قلت من شوية، الزيادة السكانية هي بتلهم اي ثمار للتنمية. احنا عندنا عدد الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة فنن 25 مليون طالب. نعم. بمعنى ان هم ربع سكان مصر تقريبا، بل هم مجموع او اكبر من مجموع عدد من الدول العربية مع بعض. احنا بنقول ان في دول متقدمه والكلام ده كله في التعليم، لكن احنا لو بصينا الواقع التعليم بتاعنا هنلاقي عدد الطلاب في المرحله دي 25 مليون طالب، اكثر من مجموع عدد من الدول العربيه مجتمع. طيب هنا الدوله المصريه في عام 2014 تنبهت الى خطوره عدم تطوير التعليم. كنا يا فندم بنحتل مراتب متاخره جدا. صحيح. في مؤشرات جوده التعليم تصل الى المرتبه الاخيره على مستوى العالم، وبالتالي تنبهت القياده السياسيه الى اهميه تطوير التعليم باعتباره امر حتمي لا مفر منه. وخلي بال حضرتك، تحولت اهداف تطوير التعليم في مصر من مجرد محو الاميه الهجائيه الى محو الاميه الثقافيه والكمبيوتريه او الاميه التكنولوجيه. كمان يا فندم تحولت اهداف التعليم الى محاوله تخريج انسان قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل الحديثه. طيب هنا يا فندم هنلاقي حجم الانفاق على التعليم في مصر من سنه 2014 الى عام 2023 حوالي تريليون جنيه. وخلي بال حضرتك، ميزانيه التعليم تطورت بشكل كبير جدا من 80 مليار جنيه سنه 2014 الى 118 مليار جنيه في عام 23، وهذا العام 2024 تطورت الى 160 مليار جنيه، يعني بزياده مقدارها 100% عما كانت في عام 2014. وهذا المؤشر بيؤكد على ان الدوله المصريه رغم الضغوط الاقتصاديه الكبيره التي تعاني منها دول العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، بتعطي التعليم او ملف التعليم اولويه خاصه. حضرتك يا فندم، مثلا في عام 2014 كان عدد الطلاب 18 مليون، اصبح الان 25 مليون. عدد الفصول حصل تطور فيها، كان 466 الف فصل سنه 2014 الان 551 الف فصل.
عدد المدارس تطور من 94 او 49 الف فصل الى 60 الف فصل بزياده حوالي 22%. خلي بالك الدوله المصريه برضك عملت مشروعات عظيمه جدا جدا في ربوع مصر مختلفه. طيب منها مثلا يا فندم تم تنفيذ حوالي 2400 مشروع في قرى مبادره حياه كريمه لمحاوله استيعاب حوالي 4.7 مليون تلميذ. خلي بال حضرتك عملية التعليم الأساسي وقبول الأطفال في هذه المرحلة من أهم وأخطر المراحل لسببين. طبعا بكل تأكيد. تمام يا فندم. طيب دكتور تامر، يعني أنا طبعا بشكر حضرتك الحقيقة على كل هذه الإجابات كمان اللي بتتضمن أرقام دقيقة، لأنه زي ما دايما بيقول لغة الأرقام لا تكذب يعني. بس زي حضرتك ذكرت نقطة مهمة وهي فكرة بناء شخصية الطالب أو بناء شخصية الطفل. هل بناء شخصية الطفل مرتبطة فقط بالمناهج التعليمية، ولا بناء شخصية الطفل مرتبطة بالأنشطة اللي بتكون موجودة، ولا بالمعلمين اللي بيدرسوا الأطفال؟ يعني فكرة بناء شخصية طالب، واحنا بنتكلم على 25 طالب، 25 مليون طالب في هذه المرحلة الأساسية، ده رقم ضخم جدا، قادر ان هو يا يبني دولة ويبني وطن، يا اما يكون خلينا نقول عالة على الوطن. تمام، سؤال جميل جدا يا فندم. دلوقتي في التعليم يا فندم احنا التعليم بيهدف الى تنميه شخصيه الطالب من ثلاث نواحي اساسيه. الناحيه المعرفيه ودي بتقوم بها المناهج، من الناحيه الشخصيه او الوجدانيه ودي بتقوم بها يا فندم المعلم، طبعا بيبقى له دور مهم جدا، والانشطه. واحنا دايما كتربويين بنؤكد على اهميه الانشطه في تنميه شخصيه الطالب. انا ما ينفعش من خلال منهج تعليمي مهما كان المنهج دوت الا انا انمي شخصيته. ليه؟ في بعض الطلاب قد يتفوقوا من الناحيه العقليه، لكن من الناحيه الشخصيه والوجدانيه يا فندم تلاقيهم صفر. فبالتالي هنا اهتمت الدوله المصريه بادخال مره ثانيه او عوده الانشطه المدرسيه مره اخرى. اللي احنا نستثمر مواهب الاطفال او الطلاب، فمن هنا عاد حاجه اسمها اليوم الرياضي او اليوم الفني. الطالب في يوم في المدرسه كل اسبوع، لو طالب عنده هوايه الرياضه بيروح يمارس الرياضه، لو عنده هوايه الفني بيروح المسرح او التمثيل. فبالتالي تنميه شخصيه الطالب يمكن ان ترجع في جزء منها الى المناهج التعليميه، واحنا الحمد لله عاملين مناهج مطوره قائمه على تفاعل الطلاب، قائمه على تنميه قيم ايجابيه لديهم. ثاني حاجه فندم قائمه على الانشطه، ثالث حاجه قائمه على المعلم، والمعلم طبعا بيلعب دور ايجابي ودور كبير جدا في عمليه التعلم والتعليم. ومن هنا يا فندم اهتمت الدوله المصريه في اختيارها ل 30 الف معلم في المرحله الاولى، تعيين 150 الف معلم باجراء اختبارات في منتهى الحسم والحزم في انتقاء هؤلاء المعلمين، باعتبارهم اكبر مؤثر على شخصيه الطالب فيما بعد. صحيح. دكتور تامر، يعني عاوزين برضو نعرف من حضرتك، لان الدوله المصريه فيما يخص مساله تطوير التعليم أخذت الخيار الأصعب، الخيار الأصعب كان هو العمل بالتوازي على يعني بناء البشر وأيضا بناء الحجر. رفعنا كفاءة مدارس، استحدثنا مدارس جديدة، ويمكن زي ما بنتابع دلوقتي على الشاشة عدد من المراكز اللي تم تطويرها ورفع كفاءتها في قرى حياة كريمة تحديدا، المشروع الأهم والأعظم في تاريخ مصر لارتباطه بأكثر من 60 مليون مواطن مصري. لكن يهمنا واحنا بنتكلم على بناء الانسان مش نتكلم بس على الطالب، لان حضرتك تحدثت عن نقطه في غايه من الاهميه وهي فكره اختيار المعلمين الجدد، لكن عن المعلمين يعني موجودين حاليا في المدارس وهم اساتذتنا، ويعني احنا ممتنين ليهم لان هم عندهم الكثير من العلم، لكن ازاي ايضا بيتم تطويرهم ويعني اطلاعهم على المتغيرات والمستجدات الجديدة، لأن احنا عارفين العالم أصبح منفتح وفي متغيرات كتيرة قوي بتحصل في مسألة التعليم تحديدا. طب جميل جدا يا فندم، احنا دلوقتي المسألة دي مش هنقدر نفصلها عن مسألة تطوير المناهج. حضرتك دلوقتي في الدولة المصرية قامت بخطوات جادة لتطوير المناهج. المناهج بتاعتنا المصرية كان زمان أيامنا كانت تعتمد على حفظ والتلقين، وبالتالي كانت بتخرج أجيال غير قادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل. ومن هنا بدا التطوير يا فندم من سنه 2018 بتطوير مناهج كي جي 1، وصل الان التطوير الى الصف السادس الابتدائي، وهيتبعه خلال السنوات القليله القادمه ان شاء الله تطوير مناهج المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. طب تطوير المناهج ده يا فندم
المناهج هنا بقت بتشجع على التفكير وعلى البحث عن المعلومه وعلى اكتساب الطالب المعلومه بنفسه. بقى يا فندم بتقوم على فكره التكامليه، على فكره دي مناهج عالميه وبتتناول القضايا القوميه الكبرى وبتتناول بناء الشخصيه الانسانيه. طيب انا المناهج دي يا فندم معظم المعلمين الموجودين الان في الخدمه اعدادهم كان قديم الى حد ما. طب احنا هنسيبهم يتعاملوا مع هذه المناهج الحديثه بتدريبهم القديم؟ لا. هنا بدأت وزارة التربية والتعليم الفني في تدريب أكثر من 630 ألف معلم في الصفوف الأولى والتعليم الابتدائي على المناهج الجديدة ديت، وعلى إزاي يشرحها للطلاب، وإزاي يقوموا بالأنشطة من خلالها مع الطلاب. وتم كمان يا فندم تدريب 180 ألف من القيادات المدرسية اللي هم النظار ومديرين وكده على قيم الحوار واحترام الآخر. وتم تدريب 60 ألف مدير مدرسة واختصاص اجتماعي على تفعيل دور المدرسة في تنمية قيم الانتماء والولاء الوطني. يبقى هنا يا فندم تنبأت برضه الدولة المصرية إلى العامل البشري باعتباره العامل الأهم في العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على التعامل مع معطيات المناهج الجديدة وعلى معطيات العصر الحديث. وخلي بالك يا فندم دلوقتي المعلمين، كل أي معلم متعين لازم يكون معاه مهارات الكمبيوتر ومهارات التواصل ومهارات مهمة جدا في العملية التعليمية وفي التعامل مع زي ما قلت قبل كده مع معطيات العصر الحديث. ما بقاش تعيين معلمين زي زمان الطالب يخلص كلية التربية يخش على طول على التدريس من غير ما يكون معاه هذه المؤهلات. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور تامر شوقي الخبير التربوي. يمكن هذا الملف هو الحقيقة من أهم الملفات، وزي ما كنا بنتكلم هو الركيزة الأساسية إنه يكون عندنا جيل واعي، مش جيل بقى، أجيال واعية وأجيال مثقفة وأجيال تقدر انها تتحمل مسؤوليه هذا الوطن. لانه زي ما بنتكلم اهم حاجه ان يكون يعني النشء هم الاطفال المرحله التعليم صحيح. الاساسيه يا احمد هي الاساس. صحيح. احنا بنتكلم كمان يا جمانة على قطاع بيمس كل بيت في مصر طبعا. هنا لا استثني، لان ما عندناش بيت ما فيهوش طالب على الاقل في التعليم قبل الجامعي او التعليم الاساسي. فالاهتمام بالنشء كان امر ضروري جدا.